يا ماما قال لي نطلع الفوق نهضر في التليفون. قالت لي صافي ولدي سير. طلع مسكين تيهضر في التليفون ما كاملاش 10 دقائق. ما كاملاش 10 دقائق طاحت عليه شي حاجه ما نعرف داك الشيء. انفجار ما عرفناش كيفاش داير. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ياخذ الحق في هذوك الظالمين، الله ياخذ الحق في هذوك الارهابيين، هذوك المرتزقه، هذوك المرتزقه هذوك ما عندهم لا اصل لا فصل، هذوك ما عندهم لا اصل لا فصل. شحال في عمره مسكين؟ في عمره 23 عام، زيد في 2000. شنو هو المعيل الوحيد الاخ ديالو في فرنسا، ديال الفرنسيين؟ هو اللي كان هازو هذا، دابا بقى مسكين بوحديتو لان كان شويه مريض، وكان هو اللي معتني به، هو اللي تيروف عليه. دابا لا حول ولا قوة الا بالله. كاين الله كاين الله ونعم بالله ونعم بالله. اخر مرة تواصل معك الابن ديالك هذاك النهار نيت، هذاك النهار هذيك الليلة كنا مشينا لعبنا الكرة ومشينا للمحلابة، والوقت اللي هذا تواصل معايا انا في المحلابة، تواصلت معايا في الهاتف تقريبا مع 8، تيضحك معايا وهذا لاباس بابا كي داير هذه هربنا عليك هذا. ولا حول ولا قوة الا بالله. الأخ ديالو في فرنسا، الأخ ديالو في فرنسا الوقت اللي سمعها ما نكذبش عليك، نهار يلقى شي أصدقاء دايرين به، هما اللي شدوه وعيطوا لي مساكن وهذا، وقالوا لي شوف كون هاني منه احنا معاه وحنا غادي نوقفوا معاه، لأن ما عندوش الأوراق، هو مازال ما عنده لا أوراق لا والو. ما قدرش كيفاش يجي، ها هو خوه مات ولكن ما قدرش كيفاش يجي. لمن؟ السلطات تدخلوا في هذا الامر. رسالتي للسلطات هو ان الاخ ديالو على الاقل تنجد السلطات وتنجد محمد السادس الله ينصرو، يوقف عي مع ولدي، عي مع ولدي راه في الديار الفرنسيه، راه ما عنده لا اوراق لا والو، راه 8 سنين تقريبا هو تما، وراه كان مريض، راه تقريبا عنده الوراق ديال 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 المرض ديالو. المرض اللي عنده؟ عنده كان بحال اللي مرض نفسي، كان عنده مرض نفسي، اضطراب نفسي. هذا هو اللي تنطلب منه، والله يجازيه بخير، قام بجميع المسائل اللي تخص الدفن ديال الولد ديالي، جدا الجثة ودفناها وحضر فيها السيد العامل، الله يجازيه بخير، ديال السيد العامل ديال السيد سليمان والسيد الباشا والسيد القائد والسلطات المحلية والأمن الوطني، الله يجازيهم بخير. والساكنه تنشكر انا الساكنه ديال سيدي حياه الغرب، تنشكرها بزاف لان ضامنات معايا ودارت كل ما في جهدها، وتنشكر جميع المغاربه بدون استثناء، لا في ارض الوطن ولا خارج الوطن، اللي مضامنين معايا. وانا اللي بغيت هو ان ناخذ حقي من هاد الظلماء، ناخذ حقي. انا ما بغيت والو، بغيت انا عاي تعتقلوا ونشوفهم بانهم معتقلين وياخذوا الجزاء ديالهم. ضروري الوالدات. احكي لنا الوالده كيفاش كانت الواقعه وكيفاش عشوا ديك اللحظات. ولدي شنقول لك؟ ولدي جا من برا، جا بثلاثة الاسابيع، دوز سيمانة هنا، السيمانة الثانية قال لي نمشي عند خالتي حيت خالته مربياه، قال لي توحشتها شحال هذه ما شافها. مشيت ولدي انا وياه، كنت الخميس الجمعه وصلنا مع الربعه العشيه، وصلنا مع الربعه العشيه، بتنا لغد ليه السبت، خرجنا شويه نتسهر وجينا مع 11، مع 11 تاع الليل دخلنا، يلا دخل وليدي فوق السطح باش يهضر في التليفون السطح كاع، انا جلست نصلي، خالته مشات تطرد العشاء، كانت معاه بعدا خالته هي الاولى وهبطت طرد العشاء، حتى ما حسينا بالقنبول، طاحت قنبول بوحك، ما عرفناش بلاش تبلينا. جات اختي جرتني قالت لي عاودي جري هربي نقزوا الجيران، نقزنا من السطح تاع الجيران، انا راه كلني محروده منه. وهي ماشي بوطه، هي هذيك اللي طاحت من الفوق البوطه ما طاحش من الفوق، ياك البوطه راه غتمشي للكوزينه بعد تكون العافيه شاعله، هذه ما كاينش العافيه، وطاحت هكا وداك الشيء دخل. تقاسوا اختي من هنا ذاك الرش طار عليه، انا نلاقي هذاك الطلاع اللي طلعت بغيت ننقز تحت.
تحرت وهذاك الشيء فهمتي مني غدا هاربه. ولدي انا هربت مني بديت تنغوت ها وليدي فينك وليدي تنشوف راس سطح ويدو مدليا سطح كاع يدو هكا مدليا اه ونصو هكا ويدو لي مدليا وتنغوت ها وليدي حمزه واشوف على كنتي حي دير لي على يدك هك والو كان فرنسا وجا لا 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 مسكين في 2016 توفى حتى واحد في الدار غير هو اللي تما واحد البوليسي كاري بوليسي كاري في الدار التحت ملي كاري في الدار التحت هي طاحت عليه حيت جايه من الفوق طايحه تتقب اه تقاس في رجليه ما عرفت واش شحال من طاش فيها الدار عندكم شكون اللي جا جاو البوليس جا العامل الله كثر خيره هو اللي وقف معانا هو اللي وقف معانا جاب لي ولدي حتى لهنا السيد العامل الله كثر خيره والسلطه حتى وقفات معانا تما الله كثر خيرهم واش رسالتي الاخيره الله ياخذ الحق هذا هو اللي غنقول ولدي بغيت ياخذ حقه من هذوك الناس ولدي مشى مسكين غاي عيط ساره جعاتو ريس يتسارى اه مشى مسكين عند خالته مشى يتسارى عندها ويشوف شويه تما الدنيا الساعه جبتو ميت شو تقول للناس كلهم اللي جاو لعندكم جميع المدن جاو كل شيء وقف معانا الله كثر خيرهم الله يخلف عليهم والله يجازيهم بالخير وسيدنا الله ينصرو سيدنا الله يسرو وسيد العام الله كثر خيره وكل السلطه وقفت معانا كل شيء عندي هذا عندي اربعه عندي كلهم دراري هو الصغير وتابع واحد اخر الصغير كاع هو عنده 23 والصغير عنده 17 يا ربي ترحم لي وليدي راه مرضي وليدي وراه مرضي وليدي ومات شهيد انا راضي عليه بغيت ربي هو ويه وسالو ديقة القبور يا رب يا رب مرضي مع كل واحد مع عائلته معانا مع بواه مع كل شيء مع صحابه كل شيء الشيء اللي في فرنسا راه كل شيء تيبكي عليه دابا صحابه كلهم تيبكيو عليه كلهم يا رب